صور بدء جنازة الفنان سمير غانم بحضور نجوم الفن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم موجز الأخبار من قناة أخبار عامة منوعة. قبل بداية هذا الخبر إخواتي الكرام، بدعوكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لنوافيكم بما هو جديد. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الضغط على زر اللايك. بدأت منذ قليل صلاة جنازة الفنان الراحل سمير غانم بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وحضر الجنازة عدد كبير من النجوم الفن من بينهم يسرى والبلبلة وإلهام شاهين وعمرو سعد والنجوم مسرح مصر. وكان الموت قد غايب الفنان سمير غانم أمس الخميس بعد صراعه مع المرض استمر لفترة من الوقت قضاها في المستشفى بين الحياة والموت، ليرحل تاركا حزنا كبيرا في قلوب محبيه وجمهوره. والجدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان سمير غانم أحد الإعلانات التجارية خلال شهر رمضان 2021. الرحمة لروح الفنان سمير غانم، كل الحب والاحترام لكم أخواتي الكرام، بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. تحياتي للجميع، السلام عليكم.